هاي تاليتها وياك بسيطة رباب. قول يا الله بسيطة. سامر نفسك هدي نفسك هدي نفسك شبيك قبلت؟ يلا سامر رباب حبيبتي انت العاقلة شلون يجي تحلين الامور؟ هذا مو حل. الصياح اللي من الغرفة غلط مو رباب هيك تسوي. لا ما اتحمل بعد اني كل واحد له طاقته بالاستيعاب. في البدايه قلت هذا اللي احبه وما احب غيره بس تحملت وتحملت وقلت يلا تعدي. بس من يوم موتة استاذ رشيد وهو من قلب 180 درجه مو ذاك سامر اللي اعرفه. انت اكثر وحده تعرفين ظروف سامر ظروفة استثنائية لازم تتفهمي. أنا متأكدة هذا مو هو، هذا مو سامر. هو بصراحة خايفة لا يكون يعيد باللي صار. طلع علي واسمعيني زين، سامر بالذات حققت ويا الشرطة أكثر من 3 مرات. لو كان عليه ربع دليل ما كان شفتي قاعدة مجهز. طمني وهدئي وتفهمي. جوري انت صرتي مثل اختي. كاني ما عندي خوات والله شاهد اني حبيتك وارتحيت لك. راح احكي لك سر بس امانه ما يطلع. سر ايش؟ أنا متعودة أرتب السامر غرفته وبالليلة اللي انكتل بيها عمو رشيد لقيت 5000 دينار بغرفته. وأنا أعرف سامر حبيبي مفلس وما عنده ولا قمري ما أعرف منين جابهم. ومن صار الحادث جتي شرطة لهنا شلتهم ضميتهم بغرفتي حتى ما تصير لازمة عليه.